غادرت بلدها وبيئتها وجامعتها وحطت الرحالة في تركيا. لم تكن رياح الصعوبات سهلة، بل اضطرتها للمواجهة والتحدي، فكانت رحلة 3 سنوات من الإصرار والأمل. طالبة الهندسة السورية آلاء رستم هي ضيفتنا لهذه الليلة من هاشتاج مرحب بها، وهي معنا عبر سكايب من إسطنبول. أهلا وسهلا بك آلاء. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا فيك. آلاء، هاجرتي من بلدك سوريا وانتقلت للعيش في تركيا، أخبرينا متى رحلت عن بلدك وكيف تأقلمت مع البيئة الجديدة هناك؟ حقيقة تركت سوريا للأسف، طلعت من سوريا بال2013. تركتها لعدة ظروف، إنه أنا بحاجة أكمل دراستي، إنه أنا أتوقف مستقبلي هناك، اضطرت اني اطلع من سوريا. سافرت للبنان فتره قليله وبعدين انتقلت لتركيا وبلشت رحله البحث عن الجامعات ورحله البحث عن اكمال مشوار الدراسي من تركيا، من اسطنبول. نعم. ألا اردت التقدم لدراسه الهندسه المعماريه، ما هي ابرز الصعوبات التي واجهتيها في طريقك للقبول بجامعه خارج الوطن العربي؟ أنا بسوريا درست 2 سنين هندسة معمارية، وهدول الـ2 سنين خلوني أتعلق فيها بشكل رهيب وأكتشف ذاتي فيها. حسيت إنه أنا بهذا المجال لازم أكمل. لما طلعت لتركيا كنت مصرة إنه أنا لازم أكمل هندسة معمارية، رغم إنه أنا يعني معدلي الدراسي كان ممتاز، فكان بقدر فوت أي فرع ثاني أو مجال ثاني، وكانت فاتحت لي اسطنبول هذا المجال، بس أنا أصريت على الهندسة المعمارية. صعوبات من أول لحظة فوت فيها على اسطنبول كان في الصعوبة الأبرز اللي هي اللغة التركية. اللغة. أنا بحاجة إنه أحكي تركي بسرعة، هي يعني أكثر مشكلة كانت عم تواجهني لحتى قدرت أتأقلم مع البلد وأتأقلم مع اللغة وبلش نوعا ما اخذ على لغه البلد. هي كانت اول شغله. طب كم اخذك من الوقت لتتعلم اللغه التركيه؟ الحقيقه لحتى اتعلم لغه الحياه يعني تقريبا كنت خلال 3 شهور ممكن احكي يعني، ولكن هي غير كافيه انه انا اقدر اكمل تدريسي. انا اقدر اكمل جامعتي، لانه انا لحتى اكمل جامعه لازم يكون في معي شهاده رسميه تؤمر رسمي لحتى اقدر اكمل دراستي. فكنت بحاجة إنه أبحث عن معهد تركي رسمي معترف فيه وأخذ شهادة رسمية. عملت عدة دورات بس كانت يعني دورات عادية ما لها رسمية. يعني العائق الأول كان عائق اللغة أولاً. هل كان هناك عوائق أخرى غير اللغة؟ طبعاً. العائق الثاني إنه أنا بحاجة إنه أنا أوراقي، للأسف المؤسسات هون فيها نوع من البيروقراطية نوعاً ما، مع انه هي دولة يعني متحضرة تركيا، ولكن للاسف لساها موجودة بالمؤسسات الدولة. الاوراق التركية لازم كل اوراق الجامعة لازم كلها تكون مترجمة ومنوترة، وهي كلها كانت تكلف اموال كثير كبيرة. حتى قدرت ترجمها، حتى قدرت صدقها من الخارجية التركية لحتى قدروا يعدلوا لي موادي، يعدلوا لي شهادتي. كمان هي اخذت وقت، هي كمان كانت صعوبه، وبظن اغلب الطلاب اللي موجودين هون هم اللي قاعد يواجهوا هدول الصعوبتين اول شيء لما بيفوتوا على تركيا. الصعوبه الثالثه كان انه انا اقدر الاقي جامعه تقبل تخليني اكمل الفرع اللي انا بحبه اللي هو العماره اللي انا لاقيه نفسي فيه. فهون بلشت بقى ابحث عن جامعه تقبل عماره، تقبل تخليني اما ادرس حتى من اول وجديد او اني اكمل، بما انه انا خالصه ذات 2 سنين بسوريا والسنه الثالثه كنت على وشك اني انهيها. كم اخذك من الوقت؟ كم اخذتي من الوقت للتحضير للدخول للجامعه؟ اخذت من الوقت لتحضير اوراقي ولا لحتى تحضير الأوراق واختبارات الدخول وغيرها إلى أن وصلت للدخول لجامعة؟ تحضير الأوراق تقريبا أول فترة، أول سنة. طبعا بما أنه جيت لهون يعني ما كنت بعرف حدا، وحتى أول شيء تأقلمت على وضع الدولة ما كان في معي حدا حتى أصدقاء، يعني لحتى كونت صداقات يعني بدولة غريبة وما بعرف لسه فيها حدا، فكمان هيدا يعني كان أخذت مني وقت.
حتى كان في فترة امتحانات قبول جامعية، هي بظن أغلب طلاب السوريين والأجانب عم يعانوا منها، هي امتحانات اليوت، هي امتحانات قبول تركية رديفة لامتحان البكالوريا. كمان هذا امتحان نحن بسوريا ما تعودنا على هيك امتحانات، خلال ساعتين لازم تكون تجاوبي على 120 سؤال. منهج دراسي مختلف تماما يعني. نعم شيء مختلف تماما يعني. فكمان لحتى الطالب لحتى يتعود على هذا النوع الجديد من الامتحانات، وكمان هاي الامتحانات بتكلف اموال كثيره يعني. خصوصا انه طالب طالع من غربه وجاي لهون لحتى يعني هو بحاجه انه يدرس، بحاجه انه يشتغل، بحاجه انه يعني يكون مجتمع جديد يعيش فيه، علاقات جديده، فيعني كميه هائله من الضغوطات اللي بتكون على الواحد. ولكن الحمد لله يعني إذا الواحد أصر وبلش الخطوة الأولى فالخطوات اللي بعدها بتتبعها واحدة ورا واحدة الحمد لله. ألا سنشاهد الآن مجموعة من رسوماتك ومشاريعك، نشاهدها سويا مشاهدينا، مجموعة من مشاريع ألا نشاهدها، وأيضا سنشاهد بعدها عدد من الرسومات. إذا نشاهد الآن مجسمات رسمتها ألا، رسومات هندسية نحن نستعرضها الآن. ألاء هدول بفترة السنتين بسوريا، فترة الدراسة السنتين بسوريا. ما سر اهتمامك الشديد بالهندسة المعمارية على وجه الخصوص؟ الحقيقة يعني أنا عندي كان موهبة الرسم هي بالأساس، عندي حب للرياضيات بشكل فظيع وتميز فيها الحمد لله، حتى اني كنت دائما احصل على علامات تامه يعني، لانه كان عندي حب لها فانا ادرسها بشغف يعني. فحسيت ان هندسه العماره هي جمعت لي الشيئين اللي انا بحبهم، الرسم والرسم، الفرق الرسم الهندسي والرسم. سنسألك عن الرسم لاحقا، ولكن ألا يعني شو اكثر شيء بيجذبك بالعمارة مثلا؟ هل العمارة القديمة أكثر ثراء أم الجديدة؟ أيهما تفضل؟ لا الحقيقة أنا بحب العمارة الحديثة يعني، هو العمارة القديمة جميلة، ولكن يعني أنا حاليا نظري يعني يذهب إلى العمارة الجديدة، وإعادة استخدام المواد الطبيعة في العمارة هي كثير بتجذبني. حتى يعني أنا بتابع مشاريع مثلا يعني لمعماريين مثل نورمان فوستر، فرانك رايت، يعني هذول المعماريين يلي دخلوا الطبيعه في العماره، فكثير بتجذبني مشاريعهم، كثير بتجذبني خطوطهم. هل كانوا هم المثل الاعلى بالنسبه لك؟ هل في شخص معين كان فعلا المثل الاعلى؟ صحيح. حتى في معماريه الله يرحمها زها حديد يعني كان كثير لها تاثير علي، وخصوصا لما ماتت كمان زاد يعني تعلقي بالعماره، حتى انا قلت انه هي زها حديد المعماريه الانثى الوحيده عالميا، وماتت الله يرحمها، فلازم يكون في الاء رسم جاي على الطريق وتكون هي المعماريه الثانيه ان شاء الله يا الاء. دعونا نشاهد الان يعني مجموعه من الداعي تبع زها حديد، العقل المنفتح يلي ما بيوقف عند حد ابدا، كان كثير يجذبني وكثير ياثر فيه. ابقي معي ألاء، سنشاهد مجموعه من رسومات ألاء ثم نعود لاستكمال الحديث معها، نشاهد سويا. ألا يعني شاهدنا مجموعة من رسوماتك وأنت بارعة بالرسم أيضا، خبريني كيف جمعتي بين الرسم الهندسي وهذا الرسم الفني؟
الحقيقة هو أنا كان عندي موهبة الرسم قبل العمارة، بس حسيت إنه لما دخلت هدول السنتين بسوريا فهم فقلوا لي هاي الموهبة نوعا ما، والفترة يلي انقطعت فيها على الجامعة تفرغت بشكل كامل للرسم الحر، فيعني نوعا ما كمان تقدم شوي أكثر. وما بعرف، بحس إنه هن الشيئين سواء كان العمارة ولا الرسم هن وسيلتي يعني رح تعبر عن ثورة الأفكار يلي براسي ولا ثورة المشاعر بطريقة تصويرية معينة، يعني سواء كان بالعمارة أو كان بالرسم الحر. شفنا رسومات لفتيات يرتدين النقاب، لماذا اخترتي أن ترسمي الفتيات الذين أو اللواتي يرتدين النقاب؟ هو هي آلاء، يعني أنا رسمت آلاء. تصورين نفسك في هذه الرسومات؟ تمام، بطريقة معينة، يعني أنا حاولت أرسم آلاء بالنقاب بطريقة جديدة، حاولت إنه يعني ما بعرف، أنا حتى هون بتركيا ما حكيت عن مشكلتي مع النقاب، يعني هو كان كثير مسبب لي مشكلة في القبول بالجامعة للأسف. يعني هل شكل عائقا يعني لديك في القبول في بعض الجامعات؟ حقيقة يعني حتى في جامعات رفضت دخولي إلى الجامعة، يعني حتى من باب الجامعة رفضت، في بعض الجامعات قالت لي أقدمي بس لن نقبلك، يعني من الأول دغري يعني أقدمي أوراق فلن نقبلك، إيه سبحان الله. فيعني هو كان عائق صحيح، بس أنا كنت مصرة عليه كإصراري على العمارة، يعني كنت هم الاثنين عندي الأولوية لهما، يعني ما بقدر أتخلى عن أحدهما مقابل الثاني. يعني هو حبي للعمارة وحبي للنقاب، ما بقدر أقول أكثر من هيك، يعني مو إنه أي شيء ثاني، إنما هو حبي للنقاب. أنا لقيت نفسي بهدول الاثنين، بنقابي وبتخصص الهندسة المعمارية، فحبيت إني أنا أكمل فيهم هم الاثنين وآخذ صورة جديدة فتاة المنقبة اللي هي صورة مختلفة عن اللي العالم كلهم عنده إياها، فأنا لازم أعطي الصورة المختلفة للفتاة المنقبة. حتى دخلت في المجال الإعلامي، يعني اشتغلت فرق تطوعية بالمجال الإعلامي لحتى إنه المنقبة تقدر توصل رغم كل شيء. كنت لاقي صعوبات أحيانا بالتعامل مع الأشخاص، مثلا بما إنه أنا ملامح وجهي مانها ظاهرة للشخص، وملامح الجزء الوجه شيء كثير أساسي بال يعني بين اثنين عم يحكوا مع بعض، بس الحمد لله كان من خلال اللقاء الأول خلص، يعني كانت هذا العائق يكون اختفى خلص يعني من خلال. هل هناك من نصيحة تقدمينها للشباب الذين يودون التقدم بطلبات لجامعات في تركيا؟ صحيح، أول نصيحة بنصحهم إنهم يسعوا للشهادة التركية الرسمية، يعني لما بيمتلكوا الشهادة الرسمية من معهد رسمي حتى لو كانت مرتفعة في الثمن نوعا ما، بس هي السلاح الأقوى لهم حتى يقدروا يكملوا. الشيء الثاني إنه ترجمة الأوراق نوترتها هاي كثير في أساسي، لا يلتفتوا لأي من المكاتب يلي بتدفع وبتقول إنه ممكن نحن عن طريقنا، يعني يحاولوا هن يسجلوا حتى لو اضطروا. وصلت الفكرة. آلاء رستم الطالبة الهندسة السورية، نشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفتنا لهذه الليلة. وبهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة من هاشتاج قد انتهت، تصبحون على خير وإلى لقاء قريب.